أنا سيدة كريمة جبر ليبية من مدينة بنغازي، ممثلة، مخرجة، كاتبة سيناريو، معدة برامج، شيف مطبخ، مصممة أزياء. أنا كنت طفلة وحب الفن وهاوية الفن، وكنت نمشي مع جدتي وأمي الله يرحمهن، كانت فيها دور عرض وسينمات في بنغازي. حبيت التمثيل بشكل خاص وكهواية حبيته، بس لما توغلت فيه وكبر معي المجال وحب الفن مع كبر العمر، فزاد إيماني بأن هذه رسالة سامية، رسالة سلاح ذو حدين، سلاح ناعم. يعني دائما نقول أن ممكن الرصاصة تخترق جسد تنهيه، بس سلاح الفن، سلاح الإعلام والثقافة يخترق عقول. إذا كان بطريقة سلبية يفسد جيل بأكمله، وإذا كان بطريقة إيجابية وفي توجيه وفي تعليم وفي رسالة سامية، ما يكونش كغزو ثقافي، يكون تنمية ثقافية وتنمية للمجتمع. يعني في اللي ينظر للمرأة في ليبيا أنها فعلا مرأة قوية أصيلة، قادرة أنها تقود مجموعة، قادرة أنها تمشي في خط مستقيم، وفي اللي ينظر عكس ذلك تماما، سواء المرأة الليبية ولا لأي مرأة، تجد نظرتها زي ما نقول إحنا نظرة دينية للأنثى أو للمرأة. الفتيات اللي في بداية حياتهن ما تخليش الأضواء تغرر بيها، ما تخليش المادة تغرر بيها، لأن في النهاية البقال الأصلح وما يصح إلا الصحيح. يعني فيه نساء واجد مشان مشوار وتوقفن، وفي اللي مشان مشوار وخذلن أسرهن، وفي اللي مشان مشوار وفشلن، وفي اللي مشان مشوار واستمرن حتى هذه الساعة، وهذا هو المطلوب.